يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لم أجد أحدا أتتلمذ عليه في اللغة العربية سوى رجل قد حذر منه بعض طلبة العلم الكبار من عقيدته، لأن اللغة يقولون عقيدة، فلتأخذ اللغة عن أهل السلف أضمن وأضبط، ولو تأخرت في طلب العلم كثيرا، لأن أكثر هؤلاء يقول أشعري. فهل أطلب علم اللغة عند هذا الرجل أم لا مع العلة وفقكم الله؟ يا أخي اللي يدرسون اللغة كثيرون والحمد لله، يدرسون النحو كثيرون، أطلب من يدرس النحو وهو صاحب عقيدة سليمة وستجد إن شاء الله. نعم.